موزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. حديث المقترحات الفتوى فيما يخص الاجتماعي. احنا تناقشنا بصفة عامة على الوضع الاجتماعي، والسيد رئيس الحكومة المكلف عنده المام بالوضع، ما هو شيء معناها بعيد عليه، ولكن شفنا استعرضنا شوية شنو اللي عملت الوزارة، شنو المشاريع اللي تم إنجازها، شنو اللي بقى، شنو خصائص الوضع الاجتماعي. هذا بكل ما نعم. شنو الأولويات اللي بقى ممكن اللي ثم عنا ثم عديد القضايا المتعلقة بمحاربة الفقر، بمحاربة الفوارق الاجتماعية اللي منصوص عليها حتى في الوثيقة اللي بعثها هو للأحزاب، كيف الوضع في الضمان الاجتماعي والصناديق الاجتماعية، لمستوى الحوار الاجتماعي في تونس. هذه بكلها معناها القضايا اللي تم استعراضها. ما اقترحش عليكم انتم سيدي احنا اولويات احنا الوضع الاجتماعي بكله كان محور الحديث، استعراض للوضع الاجتماعي وخصائص الوضع الاجتماعي في تونس. الورقه اللي وصلت على راس وزاره الشؤون الاجتماعيه، لا ما تطرقناش للموضوع هذا بالكل. موضوع المفاوضات الاجتماعيه المنتظره. نعم. موضوع المفاوضات الاجتماعيه من عدد سماش شيء الموضوع الاجتماعي. لا تناقشناش على الوضع الاجتماعي بصفه عامه، وعلى مستوى الحوار الاجتماعي عندنا مجلس الوطني للحوار الاجتماعي ينظر في مشاريع قوانين، في مشاريع أوامر، كيفاش نرتقي بالحوار الاجتماعي، كيفاش يتوسع الحوار الاجتماعي باش يولي معناه يشمل ربما قضايا تتنوع القضايا اللي هي متعلقة بالتنمية بصفة عامة. هذا هو يعني إذا تم الاقتراح عليك تكون في الحكومة الجديدة لكل حديث حديثة، كل حال مقترح عليه حد شيء.